السلام عليكم يا طيبين، اليوم انا براويكم شنو داخل العلبة مع الـ HTC One M9. تعالوا معي. انزين، فهذه العلبة حق الـ HTC One M9. انا ما بطول وايد لان براويكم شنو داخل العلبة في اسرع وقت. فهذه اللوجو HTC One M9 ومن وراء نشوف انهم كاتبين لنا بالانجليزي وبالعربي بعد، فعفي عليكم HTC. كاتبين لنا من اعلى العلبة Black Fire Research. ايش معناته؟ هل هو ما ادري، يعني هل ديبارتمنت يعني مالهم ما ادري. طبعا هالجهاز 32 جيجا بايت، ونشوف انهم مستعملين حبر السوي، وان العلبه يعني ريسايكلبل، فنقدر ان نودي الى المصنع ونخليهم يحولون العلبه الى اوراق. لا تغشمر طبعا. بس هذه العلبه طبعا، خلينا نفتح نشوف شنو داخل. اوكي، فخلنا نشوف. وهذه التليفون، هذه الـ HTC One M9، ولكن بس بشيل التليفون دقيقة، هطلع على بجنب وبنراويكم شنو داخل العلبة. هذه اسم Ejector Tool، وما عطينا عدة استيكرات بعد، هذه عشان تقدر تشيل الشريحة من التليفون. وطبعا ما عطينا عدة أوراق، هذه يسمونها Safety and Regulatory Guide، يعني دليل السلامة والمعلومات التنظيمية. انزين، عندنا المايكرو USB كيبل عشان نشحن التليفون، وعندنا السماعات، عندنا البلك. فالحين بحط كل شيء على جنب. وهذه الجهاز، هذا الـ HTC One M9. كاتبين لنا ان عندنا الـ HTC Sense Home، هذه نظامهم طبعا، هاي يستعمل نظام اندرويد. وعندنا الـ 20 ميجا بكسل حق الكاميرا الرئيسية، وعندنا الـ HTC Ultra Pixel للكاميرا الأمامية. طبعا هذا معناته ممتاز سيلفي. وطبعا عندنا البوم ساوند، وهذه تكنولوجيا البوم ساوند، تقدر تحس يعني بالبيس أكثر. وعندك سماعات من أعلى وأسفل الجهاز. طبعا من وراء نقدر نشوف إنه في الستيكر كاتبين لنا وين نقدر نركب الشريحة أو السيم كارد. نشوف من أعلى تليفون، هذه الكاميرا الأمامية، هذه السنسرات، هذه السماعة. طبعا نفس ما قلت لكم عندنا سماعة من أعلى من أسفل التليفون، وهذه الشاشة، والشاشة طبعا غوريلا غلاس ومن أحسن الشاشات. على يمين التليفون هذا المكان وين نقدر نركب الشريحة، وهذا الأزرار عشان نرفع ونقصر في الصوت، وهذه الزر علشان نشغل التليفون أو عشان نسكر أو نشغل أو نفتح الشاشة. يعني إحساس الزر غير عن باقي الأزرار. من وراء التليفون نشوف ان عندنا الكاميرا الرئيسية، هذه 20 ميجا بكسل، وعندنا التو تون فلاش، عندنا الفلاش يسمونه الكولد فلاش، وعندك الورم فلاش، معناته شنو الفلاش البارد والحار. ما عليه. ومن اعلى التليفون نشوف ان عندنا الميكروفون الثاني. من يسار التليفون نشوف منين نقدر نركب المايكرو اس دي كارد. من اسفل التليفون عندنا 3.5 ملم هيدفون جاك عشان نركب سماعات، وعندنا المايكرو يو اس بي بورت عشان نقدر نشحن التليفون وعشان نحول معلومات من الكمبيوتر الى التليفون. من اعلى التليفون هاي شوي غير، لان الحين عندنا البلاستيك، طبعا مني عندنا الليزر، وطبعا انا مو متاكد شنو بالضبط ما عطينا او شنو الغير، يمكن بس ما بغوا انه يحطون لك الزر من اعلى التليفون نفس ما كانوا مسوينه من قبل في السابق. بس بنتكلم ان شاء الله اكثر في الفيديو الثاني، فان شاء الله انتم بتشوفون الفيديو لما احنا نقارن الـ HTC M9 مع الـ M8، خاصة من ناحية المواصفات. فهذه بس فيديو سريع حبيت أراويكم شنو داخل العلبة مع الـ HTC One M9. والحين أنا براويكم التليفون أقرب وعشان تشوفون وانتوا تقررون إذا انتوا حبيتوا التليفون. طبعا أنا أحب الإحساس الجهاز يعني في يدي، وشكل التليفون مو بوايد غير يعني عن الـ M8 وحتى الـ M7 يعني اللي كانوا في السابق. شو أقول لكم بعد؟ إذا تبون أنتوا تسألوني أي سؤال تقدرون تسألوني من أسفل الفيديو، وإن شاء الله أنا بجاوب في أسرع وقت. وإذا أنا قصرت معاكم وإذا أنا طولت شوية سامحوني طيبين. إذا حبيت تشتري التليفون تقدر تزور www.vodafone.qa أو أي متجر من متاجر فودافون، وإن شاء الله أحد بيساعدك. شكرا ومع السلامة.